بسم الله الرحمن الرحيم وحامانت تاريخ وتاشنت سبتمبر سنة كلاوكو لواتين أفر مجالة بيت دبشر سويمت مسؤولين دولة كوفرقة بيت صوماليا كومترا بيرا هوية شركة وحا اللوغة أهرين سنية هذا الذي لغا إيك عنت بلشاحة بارسنا اللوغسو هرجيدي قود أهان أمد صوماليا إيقار أهان دولة كوفرقة بيت صوماليا هذا الكاس أكسو ييري dad sheeganaya inay yihiin dhaqan hase yeeshay siyaasiyiin la yaqaan oo arrimahaas ku shaqeysta haddaba waxaan umada Soomaaliye shacabka ee Koonfur Galbeed ee aanu matalno u sheegayna in koow dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay tahay dawladda u dhameystiran yihiin dhamaan heerka dawladnimo dhinaca sharci dejinta fulinta iyo hay'adaha garsoorka labo دولت كوفر قلبت سوماليا وحي مسؤول كتاي حدوده هذا أمنيقا يهور باليت بلشد سيدا اوقابه تصور كوميلقار كدولت فدرالك سوماليا يكان كوفر قلبت با نمبر سدح باشا هوي وحي كل هذا دولت كوفر قلبت سوماليا متراد هير والباه سيدا وزيرو حلبانو قرصوريال حبنو مامل هير قبل إلا هير دقمو أفر وحكستا او خلافه او كجيري كرا ديغانه ده كوفرقه بيت صوماليا وها حالينا ايه او مسؤولتك سارن تهي دوره ده كوفرقه بيت صوماليا اي شعب كيدا شان دادك ديغان ديغانه ده يخبره وينه وادادك ترسي بلشوين ده كوفرقه بيت صوماليا متلادنا كله دوره ده كوفرقه بيت صوماليا سيدا درتيت وحان اتاقنا ايه انان حالينا عابا شكستا او بلشوه اسخبتو شان سيدا اوقابة السور كينا دولة كوفر قبل صوماليا ما أقوله إن عيداً عن شرعي سنين كهول قالوا ديانة كوفر قبل صوماليا لما أنا أقوله إسباره لقد نبقى شعبك نوع كستاء أو أي تهي تضبو أنه كما ترين باشا هوي دولة كوفر قبل صوماليا وحان ديار أنهي إن أنقعكو سينو سيدي أيقو من نقرة هايين إذا مرا كوفر قبل صوماليا شرعي سن سيديت dadka raa koofur galbeed waa dad ehera oo wax wada leh aan kala maarmin sida daraadeed waxaan ugu baaqayna dadka caadeysay falalka kicinta iyo iskoorkeenida qabiilaysan ee dadka walaalaha inay ka wantoobaan ugu dambeyn waxaan kula talinaynaa dadka aan matalno ee raa koofur galbeed inay san dhageysanin dadka fidada ka soo abaabulaya deegaanada koofur galbeed Soomaaliya oo arimaas caadeystay oo bilaa toofiq